مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة، والنهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، وأتمنى يا رب أن الحلقة تنول إعجاب حضراتكم. النهاردة هنعمل وصفات بسيطة لكل أصدقائنا اللي حابين يعملوا معجنات بسيطة بعجاين سهلة، حاجات متوفرة في البيت. هنقول بدائلها وهنقول نقدر نشيل إيه ونحط إيه، كل حاجة أنتوا عاوزينها، مكونات بسيطة جدا موجودة في البيت نقدر نعمل منها حاجة حلوة جدا. هنبدأ أول وصفة معانا هي وصفة الكيش. الكيش ده نوع من المعجنات الفرنسية، مجرد دقيق وزبدة، حاجة كده قريبة من السابلي، بس مع اختلاف انه ما بيتحطلوش نسبة سكر، يدوب بس شوية مية متلجة كده، بيعتمد على العجينة دي. هنعملها مع بعض ونشوف العجينة بتتعمل ازاي، وهنتكلم عن اي حشو موجود عندنا في البيت. انا النهاردة عندي مثلا شوية سبانخ، عندي بصل، جبنة، توم، هحط شوية بيض، هنطلع حاجة كده جميلة جدا لكل اصدقائنا اللي بيحبوا حاجات سريعة. تعالوا بينا نبدأ نقول ايه المكونات مع بعض. عندي للكيش العجينة هتحتاج 2 كوباية وربع من الدقيق، حوالي تقريبا 280 جرام، معلقة صغيرة من الملح، 1.25 كوباية من الزبدة متلجة أو ساقعة، يعني حوالي 170 جرام. عندي حوالي من 4 ل6 معالق مية متلجة، يعني مية ساقعة من التلاجة. طيب الحشو إيه؟ الحشو ده يرجع لحضراتكم، لكن نقدر نعمل أي حشو أنتوا عاوزينه، يكون خضار، يكون هنتكلم برضو عن ده وإحنا شغالين. أنا النهاردة عندي حوالي نص بصلاية، في أبيض وأحمر، ولو في أخضر يا سلام، يعني خدوا الفايدة منه. وعندي 2 معلقة من الزبدة، وتقدروا تستخدموا الزيت بس مفيش أي مشكلة، ونكتفي إن العجينة بس هي اللي فيها نسبة الزبدة. عندي زنجبيل فريش، وده اختياري، اللي مش حابب ممكن يحط باودر. عندي سبانخ. طيب دي حشوة، ممكن أحط مشروم، ممكن أحط فلفل ألوان، ممكن أحط أي حاجة أنتوا عاوزينها. طيب زيتون، اي حاجه. انا دلوقتي عندي طبقه للكريمه. ايه هي الطبقه دي اللي بتديله كده الشكل الحلو؟ هي عباره عن 3 بيضات عليهم 1 كوباية من الكريمه، حوالي تقريبا يعني 250 جرام، يعني 1 كوباية. رشه من جوزه الطيب، اي حاجه فيها كريمه بتتحط لها رشه جوزه الطيب، بتدفي طعم كده رائع معاها. طبعا ملح وفلفل، بواقي جبنه رومي، بواقي جبنه شيدر، بواقي اي نوع عايزه تحطوا فيها جبنه بيضه ماشي، يعني اللي يناسب حضراتكم وموجود في البيت وبتحبوه كمكونات. انا يمكن عملت المكونات دي، حضراتكم تقدروا تشوفوا مكونات تانية مناسبه ليكم. انا هبدا اقول بسم الله، بسخن هنا الطاسه وهبدا اشتغل في العجينه. العجينه بسيطه، ليها طريقتين. لما اتعلمتها اتعلمت ان الدقيق بيتحط على الكاونتر كده، والزبده بتتحط فوقه، وبعدين ورشه الملح، وبنبدا نقطع بيه القطاعه بتاعه العجين كده 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 الزبده، بس شويه اكسر في الجموديه بتاعتها، وبعدين اشتغل بيها بايدي، عشان هو مجرد بجمع، يعني بجمع العجين بخلطه مع الدقيق وادخله فيه، وبعدين اربط بشويه الميه الصغيرين دول. دي العجينه الاصليه، الكيش الفرنسي المظبوط، يعني هي أكلة شهيرة جدا في فرنسا على فكرة، بيعملوا يوم احتفال بيها في العالم كل سنة تقريبا، أعتقد يوم 20 مايو، يعني يا رب ما كنتش أخطأت في التاريخ. فطبعا هي من الأكلات الإيه المشهورة جدا. بسم الله، أنا هاخد كده الدقيق وهنشتغل ونشوف برضو نوع الدقيق اللي معانا. نستخدم دقيق ممكن يكون اللي هو لكل الاستخدامات، مش هيجرى حاجة. وآدي الزبدة، الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني هتكون ايه فكت السقوعيه بتاعتها دي، وبقت ايه اقدر ان انا احط صباعي كده اضغط بيه الاقي ساب اثر، لكن مش كريمي، ما ساحتش قوي. واحط الملح عشان هي عجينه حادقه، طبعا انا هستخدمها في الحادق. نرفع دي بس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي هقلب كده الخليط شويه، يعني ادخل الزبده جوه الدقيق ورشه الملح. بسم الله. ممكن اعملها بايدي جدا باطراف صوابعي، مفيش اي مشكله. خليني برضو البس الجلافز عشان لو انا حبيت اوري لحضراتكم الشكل ده، مفيش مشكله، اعملها على ايدي عادي ببوله، مش محتاجه عجان. انا بس ايه بحاول اساعد عشان الوقت. بسم الله، هاخد الاسباتيولا برضو كده انزل الحروف لحد ما اطمن ان ايه
بسم الله. بصوا بتبدا تدخل تبقى كده تحسوها انها مفروله، دي مرحله هتتربط بقى بكام. بصوا الميه هنا محطوط فيها تلج ازاي، اهي الميه فيها تلج، حاطه التلج فيها عشان تبقى ميه متلجه. دي مهمه تربط بقى معايا وتمسك كويس. المفروض ان العجينه دي بدخلها الثلاجه ان انا اريحها على الاقل نص ساعه قبل ما اشتغل فيها، بلفها في ستريتش وادخلها الثلاجه تمسك نفسها شويه، وبعدين بفردها بين ورقتين زبده عشان احافظ عليها ما تتكسرش، هي هشه شويه وما فيهاش نسبه سوائل كتير، هي معتمده على الزبده والدقيق، دي العجينه الاصلي. طب ايه البديل ليها؟ البديل عندنا اللي هي عجينه الرقائق الهشه، بتتباع في السوبر ماركت، في منها بيبقى مربعات كده تتحشي بيها زي السامبوسات الصغيره، وفي منها بتبقى بلوك كده حاجه كده حوالي مش عارفه 300 جرام 200 يعني 300 جرام 400 جرام اعتقد. انواع كويسه نقدر نجيبها ونستخدمها، ودي بتبقى العجينه اللي هي بتاعت الباف بيستري. طيب هنقلب بقى كده، اول ما تبقى بتدخل كده وهنا ممكن ابدا اشتغل على الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه زيت، اهم حاجه انتوا قولوا لي الوقت يا حبايب. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الله هتعملوها مفاجاه. طيب ماشي يا حبايب، بصوا بقى، بصوا ابدا اما امسكها انا ما اجمعها كده بتتجمع معايا، هو ده المقصود منها. هزود عليها دلوقتي كام معلقه الميه دول هتمسك معايا. انا بصوا مش عايزه اعجنها، انا عايزه اجمعها خلاص. طبعا حراره الايد بتفرق جدا، انا معلش اسمحوا لي بقى مش هحطها في العجان خلاص، هشيلها كده وهعملها مع حضراتكم دلوقتي حالا. ماشي بسم الله، هاخد الميه وهنا هرفع بس الزيت دقيقه، هاخد بوله هوري حضراتكم فيها شكل العجين كده. بسم الله هجمعها هنا عشان تشوفوها حضراتكم هنا افضل. في واحده طارت هنا اشيلها عشان ما تتحرقش. اوكي بصوا بقى هجمعها بنقطتين ميه، هاخد كده معلقه واشوف اهي. بصوا جميلة ولينة وجميلة ازاي، وكل ما الزبدة تبقى ساقعة كل ما العجينة تبقى جميلة. ممكن تاخد معلقتين مية وممكن تاخد ثلاثة وممكن تاخد الأربع معالق، وده نوع الدقيق. اوكي شايفين ازاي؟ اهي اهي هجمع كده، شفتوها اتجمعت ازاي؟ هنحط واحدة كمان، معلقة واحدة بس وخلاص، بس كده تمام اهو اهو شايفين ازاي. يلا بينا، المفروض بقى احطها دلوقتي في الكلانفل واسيبها نص ساعه ترتاح زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. ادي العجينه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، اعملوا بقى دي اساس لاي حشوات سواء بقى في التارت او الكيش الصغير القوالب الصغيره بتاعه التارت زي ما حضراتكم عايزين. انا دلوقتي هاخد كده اجهز الحشو الاول، وايه وهنبدا بقى، هكون سبتها ترتاح بس هعملها كده في البلاستيك. بسم الله الرحمن الرحيم، احافظ بس عليها عشان ما تنشفش، وبعدين نفردها مع بعض اهي. بسم الله كده، وايه هسيبها شويه كده المفروض تدخل الثلاجه، بس انا عقبال ما اعمل بس الحشوه. نبدا بقى مع بعض نشوح البصل. اول حاجه هنشوح البصل اللي احنا ده معانا. حاجه سعاد السلام عليكم. بسم الله حاجه سعاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ ازاي صحتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بنتي، ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا حبيبتي، ويتعبك ما يحرمك يا
رب ربنا يبارك لك. امين يا حبيبتي، انت تسلمي لي على الدعوه الحلوه. اتفضلي اسالك سؤال بعدين. اتفضلي يا فندم. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. اللي احسن درجه تتعمل على مكنه اللازانيا انهي درجه؟ طيب حاضر، على حسب انت هتعملي بيها ايه، اسباجيتي اصل هي هقول لحضرتك العجينه وهي تخينه لازم تاخديها درجه درجه من الواسع لحد الضيق. اولا ناخدها بلوك الاول لحد ما تضيقي على اخر حاجه تبقى رقيقه جدا. لازم تاخديها من الاول للاخر، يعني هاخد الواسع الاول. معلش الصوت يا اولاد، وضحوه لي بعد اذنكم، انا سامع حضرتك. لازم ناخدها معاكي، يعني لازم ناخد الدرجات كلها. اولا لازم العجينه تمر بكل الدرجات، تتفرد لحد ما تبقى مع حضرتك السماكه اللي انت عايزاها. ولازم بين كل مره والتانيه احط بينهم دقيق عشان تسهل على حضرتك الحركه في المكنه لحد ما تتفرد. وما نحطش العجينه مره واحده، قسميها حضرتك، قسميها، قسمي العجينه ما تحطيهاش كامله مره واحده، بلوكه واحده. تسلمي تسلمي حاجة سعاد، ربنا يخليكي، تسلمي لي، شكرا لمكالمة حضرتك جدا. هو لازم طبعا انا لما بعمل العجينة بتاعة المكرونة لازم اخد المكنة باخدها في الاول الدرجة الواسعة علشان امرر العجينة اللي هي بلوك دي بتخانة معينة تنزل تبدأ تفرد معايا، وبعدين اغير الـ يعني اروح عاملة تاني درجة واروح منزلاها منها لحد ما تبدأ تتفرد معايا، تبقى تطول العجينه وتبدا تبقى رقيقه جدا. بين كل مره والتانيه لازم ارش بينهم دقيق عشان لما تتحرك في المكنه ما تلزقش فتفضل سلسه لحد ما حضرتك توصلي للسماكه دي. وبعدين لما بتبقى العجينه حضرتك لو مثلا هفترض عامله كيلو دقيق مثلا، حضرتك قسمي العجينه ما تاخديهاش على الكميه كلها، قسميها ثلاثه كل جزء نبدا نفرده فيعمل مع حضرتك يعني يبقى مريح ليكي وعلى ايديكي وتقدري تتحكمي كمان فيها. طيب معانا جيهان، اهلا وسهلا. هضيف فص الثوم عشان في سبانخ. اهلا وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك. الحمد لله يا روح قلبي. لو سمحت انا عايزه اعرف طريقه ايه يا اولاد؟ الفينو والكايزر. عينيا ليكي، حاضر من عيني. طريقه الفينو والكايزر. وضحوا لي الصوت بعيد عليا من فضلك. وسلامك كتير قوي 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 كابتن حبيبتي. يا حبيبتي يوصل، شكرا ليكي ولذوقك، عينينا ليكي. طبعا الفينو والكايزر احنا في عجينه انا هعملها ان شاء الله، اوعد حضراتكم ممكن الاسبوع اللي جاي نعملها مع بعض. العجينه دي تطلع لك كل انواع العيش اللي انت عايزاها وسهله عليكي. هترتاحي لانه كمان لازم تشوفيها، مش هينفع اقولها لك، لازم تشوفي التبس بتاعتها وتشوفي انت بترولي كمان الفينو ازاي عشان تبقى الموضوع رؤيه العين. ونعمله مع بعض ونعمل منها محشي كمان حاجات، لانها بتبقى الحقيقه خفيفه، الصيف بيحب الحاجات الخفيفه. انا حطيت رشه جوزه الطيب، شوحت البصل، هاخد دلوقتي السبانخ، بس السبانخ دي عشان فروزن مجمده انا هعصر الميه لازم اللي فيها. بصوا اهو اهو، اوكي بصوا كده هعصر الميه اللي فيها. طبعا لو سبانخ فريش هيبقى احلى واحلى طبعا، اذا حضراتكم يعني عندكم الفريش ده يبقى اجمل، ناخد الفايده احسن يعني. اهو اهو لازم اعصرها عشان ما تبقاش فيها نسبه الميه تبوظ لي العجينه او تنزل الميه دي، ما تخليش العجينه مقرمشه، تخلي العجينه يعني لينه كده ومش حلوه تطرى. طيب هنشف كده، هنشوح بقى. انا هنا شوحت الزنجبيل، شويه ثوم مخلوطين معاه مع البصل. بسم الله. بص يعني هو الحشو بسيط ما فيهوش حاجه، تقدروا بقى انتوا تعملوا فيه مشروم، فلفل الوان، تحطوا خضار، بسله، جزر، قطعوه زي ما انتوا عاوزين. تحطوا مع البسلة مع السبانخ دي سلق وتستفيدوا منه، تقطعوا ورق السلق وتشوحوه مع السبانخ بيبقى جميل ومفيد قوي. شوية كزبرة خضرة، يعني أقصد اللي حضراتكم تشوفوه وبتحبوه. طيب أنا بقلب كده، حط رشة بس جوزة الطيب فوق السبانخ. السبانخ ليها فوائد كتير جدا على الرغم ان احنا كلنا هتنام وصح عشان جوزة الطيب. السبانخ طبعا ليها فوائد كتير، انا عارفه ان الاطفال ايه يمكن مش
لكن طبعا هي فيها نسبه الياف كبيره ونسبه ميه حلوه، وطبعا مهمه للامساك. الناس الممسكه جدا اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي سبانخ دي هايله، طبعا نسبه حديد عاليه جدا، فيتامينز عاليه فيها كتير، يعني فيتامين ألف وفيتامين سي غنيه بيه، ودول فعلا بيقوي الجهاز المناعي بجد. يعني احنا الاكلات دي مهمه، احنا زمان لما كانوا اهالينا بيقعدوا يضغطوا علينا، انا ما كنتش احبها زمان ولا هي ولا القلقاس، فكانوا يعملوها بشكل ايه يبقى مغري، فيحطوها ساعات في العجه. في ناس كانت تعمل العجه بالسبانخ او تعمل معها البيض وتتعمل العجه بالسبانخ، بتبقى جميله جدا، لانه هم حطوا حاجات كتير قوي احنا بنحبها ومش عارفين دي ايه، فيقولوا لنا دي خضره، دي شبت، دي مش عارف ايه، فكنا بنصدق يعني. ما اعرفش الجيل ده دلوقتي بيبقى اخباره ايه. هرفعها بقى من على النار وهبدا اجيب كده مع حضراتكم القالب. بصوا بقى القالب ده قالب كده ايه لطيف، انا مش هدهنه ولا حاجه لان اصلا العجينه فيها نسبه زبده كويسه جدا. القالب ده لو انتوا حابين تقدموا فيه التارت، لكن في قوالب تانية خاصه بالكيش او بالتارت، القوالب دي بتتفك عشان تطلعوه بره القالب. بسم الله هبدا بقى انا اخد كده العجينه دي، خلي ده هنا اهو، المفروض انها تكون سقعت، المفروض انها تكون سقعتها اهو كده، هحطها بين ورقتين زبده ده هنا ده، وهاخد الورقه الثانيه فوقها تسهل عليا فردها. بسم الله خلاص اهو، والمردنه بسم الله. مش عارفه يا مصطفى انت جايب لي دي ارفع بيها اثقال يعني، ماشي ماشي يا مصطفى شكرا. ما عشان دايما الرجاله ما شاء الله يعني جاب لي اصغر حاجه عنده فعلا فعلا، ماشي يا مصطفى، فيعني بيلعب العاب قوه، فانا بقى بصراحه ايه قلت ماشي يعني، انا ايديا ما تستحملش كده يا مصطفى. ونبدا بقى بالراحه جدا، وممكن نجيبها كده بالعرض، هشيل بس دي عشان عامله عائق هنا. بسم الله ونعمل كده، وطبعا حضراتكم تقدروا تعملوها بقى كمان في قوالب التارت الصغيره، عارفينها اللي زي ما كنا بنروح كده للمحل الحلواني نلاقي قوالب التارت الصغيره، مش السابلي، مش السابلي الصغير قوي يعني، الاكبر شويه وسط كده، نقدر نعملها بقى وحدات كيش كده بتبقى جميله قوي. وعلى فكره اي حشو في البيت بقى عند حضراتكم، عشان كده بقول لكم ما ترموش دايما الجبن، لو اتبقى منها حاجات نشفت ما ترموهاش، اضربوها في الكبه واعملوها في اكياس ثلاجه في الفريزر، هتنفع في الحشوات دي قوي، هتحتاجوها قوي، بدل ما تضطروا تكلفوا الاكله دي جبان من بره، هيبقى عندي انا كان عندي شويه موزاريلا وعندي شويه شيدر استفدت بيهم بواقي جبنه رومي. طيب هاخد كده كفايه، دي مرعبه دي مرعبه ال 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 دي الواحد يحطها في العربيه صح، اي حد يقرب لي. بصوا بقى بسم الله كده هعمل ايه بقى، هدخل هنا عشان ادي الرسمه دي، شايفين القالب من هنا اسكنه كويس، يعني ارخي العجينه كده وابدا اسكنها هنا كويس، وهي عموما معموله وتعلو سنه كده عن الاحرف عشان هي بتنزل سنه يعني بتهبط سنه، لو عندي حته زياده وهنا حته ناقصه هكملها كده اهو، شايفين حضراتكم ورقه الزبده اللي انا استخدمتها مش هرميها، هوريكم انا هستخدمها في احنا عندنا حبوب ولا حاجه زياده يا مصطفى، ماشي هوريكم بقى الطريقه المظبوطه جدا لما نيجي نعمل بقى حاجه محشيه كده زي التارت او الكيش مظبوط، وحتى لو بتعملوا تارت حلو بعجنته تسكنوه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنديله تسويه 90% مثلا عشان ما يبقاش ناشف قوي. وتعالوا كده نقفل، معانا فاتن اهلا وسهلا، السلام عليكم يا فاتن. عليكم السلام، اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، اهلا منورانا حبيبتي، انت طفله قوي على فكره بس. يا رب يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي، تسلمي يا رب.
يخليك. قولي لي لو محتاجه اي حاجه. عايزه تبقى تعمل الخرشوف البيت. الخرشوف عينيا، عايزه تحشيه اي حشو ولا عايزه حشو معين؟ لو عايزه حشو معين قولي لي. اي حشو بس تكون حاجه حلوه. حاضر من عيني. لا حاجه حلوه هنزله لك. حاجه بس مش عايزاك تتحكي عنها. لا حالا هنزله لك حالا. انا مش سامعه على فكره التليفون بعيد الصوت قوي، فانتوا حتى وضحوا لي الكلام اذا تكرمتوا. بصوا باخد الحروف كده واجمع دول اهو. ممكن ننزل يا نودي الخرشوف اللي احنا عملناه بالخضار ليه فات. بعد الفاصل هنزله لك ما تقلقيش باذن الله. هاجي بقى بصوا العجينه خلاص اتسكنت ازاي. عايزين تديكوا كمان نتيجه احلى، حطوه يسقع شويه في الثلاجه قبل ما يستوي. هاخد شوكه وهعمل كده عشان افرغ الهواء ما تنتفخش. فاللي انا عاملاه تحت ده انه ياخد الحشو كانها مساحه كده احط فيها الحشو ما يملاش للاخر ويعلى ويبقى كانه طبقه مسطحه. عشان كده احنا بنعمل الخطوه دي، شايفين ازاي؟ حتى في الجناب على فكره، حتى بعمل كده كمان في الجناب اهو. تعملوا كده برضو في التارت. هنحط الحشوه بقى كده، شايفين ازاي؟ تعالوا بقى بسم الله. هاخد اول حاجه الطبقه بتاعه الحشوه الرئيسيه اللي انا قررت ان هي دي تبقى الحشوه بتاعتي، السبانخ مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الريحة روعة طبعا. على فكرة يعني حاجات بسيطة، بس هي السبانخ بتحب الثوم، تحب جوزة الطيب. هنعمل لها بقى حشوة جميلة للتارت بتاعنا. بصوا أنا المفترض إن أنا قبل ما أحط الحشوة دي أخد ورقة زبدة وأحطها هنا وأدخل الكيش ده فوقه كده أي حاجة من الحبوب تكون عندي ومش حباها يعني مستغنية عنها، عشان هي لما هتدخل الفرن هتطلع مش هينفع أطبخها، فيفضل عندي واحتفظ بيه في برطمان. كل ما اجي اعمل تارت او كيش اطلع البرطمان بتاعي احط عشان اظبطه. ان شاء الله تقعد عندي 10 سنين. انا عندي واحد بقاله 10 سنين بستعمله، حبوب من 10 سنين بعمل بيها التارت ده. تعالوا بقى ناخد بوله كده وممكن ادخله زي ما هو كده من الاول للاخر، اللي يريح حضراتكم اعملوه. بسم الله. هاخد كده الثلاث بيضات، هاخد عليهم رشه الملح ورشه الفلفل كده، رشه فلفل ورشه ملح. هنقلب كده. حاضر، انا دقيقه واحده بس حالا، وهروح حط عليه الكريمه. الكريمه دي هتدي طبقه حلوه قوي كريمي للكيش او للفطيره اللي احنا عاملينها دي بشكل رائع. وبعدين هاخد الجبن كده. بسم الله. هحط هنا الجبن اللي موجوده او اللي انا حباها ايا كانت يعني المتوفره عند حضراتكم. ده شيدر مثلا، هحط شويه من الموتزاريلا كده هنا، وهصب فوقه الخليط اللي احنا عملناه من البيض والملح والفلفل والكريمة. بسم الله كده، شايفين الجمال؟ اولا الجبنة هتبقى ملطت جدا جوه، يعني هتدوب جوه جدا ومع الخليط، وشايفين حضراتكم عامل ازاي. والفرن عندنا سخن على حرارة 180. واخر حاجه هحطها هنا رشه بسيطه من جوزة الطيب. كفايه هنام. يلا بينا. بسم الله على الفرن، حراره 180. عايزين تسخنوه 200 واول ما يدخل بعد 5 دقائق تهدوا النار. ماشي اهو، وهسيبه لحد ما ياخد اللون الذهبي والجبنه دي تسيح وتبقى جميله. طبعا هستسمح حضراتكم في استراحه، هنرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض ونبدأ في الشوط التاني، نشوف هنعمل حاجة من الحاجات المحببة البسيطة. مستنية حضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا من الاستراحة هنبدأ مع بعض الشوط التاني. هنعمل إيه؟ هنعمل عجة لطيفة جدا، هي مكوناتها فيها خضروات لكن هضيف فيها البطاطس. هنشوف وريكم الكيش لو عايزين. اتفضلي اتفضلي يا فندم. أهو أنا مشغلة فرن ومروحة سايباه لان انا حطيت العجينه مع الحشو، ما دخلتش العجينه لوحدها الاول تاخد ايه زي ما بيقولوا نص تسويه. نقدر نعمل كده. نوريهم الجاهزه، الجاهزه موجوده اهي، وري حضراتكم مخرجنا هيستعرضها. احنا قطعنا منها جزء
بصوا بتبقى جميله ازاي. برضو من الحاجات اللطيفه يعني ومغذيه وفيها كل الحاجات اللي ممكن نستفيد منها يعني. الولاد كمان لو عملناها لهم في حاجات صغيره كده هيتبسطوا بيها جدا حقيقه. طيب عجه البطاطس من الحاجات اللطيفه برضو. في ناس كتير بتحب تعمل العجه دي على فكره غير العجه المصريه البسيطه بتاعتنا. في ممكن نحط مكونات معينه تخليها غنيه وجميله جدا للناس اللي بتحب الاكل ده. عندي 4 بيضات، بطاطستين مبشورين، انا بشرت البطاطس، كوسه مبشوره، بقدونس وكزبره، بصل اخضر، طماطم متقطعه مكعبات صغيره، ثوم مفروم، 3 معالق كبار من الدقيق، جبنه بيضة، زيت مع زبده او زيت بس، طبعا هي لازم العجه يبقى فيها تطعيمه الزبده، ملح وفلفل. طيب اول حاجه هعملها بسم الله، انا هاخد كده الزيت هحط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه زيت. الحاجات دي تخش الفرن سريعة وجميلة وحلوة وأكلات خفيفة. وكده معلقة زبدة، وهاخد كده بقى أبدأ عشان أعصر البطاطس المبشورة دي من المية. أنا نقعها في مية وهعصرها لازم. معانا زينة، أهلا أهلا حبيبة قلبي، إزيك يا روح قلبي، وحشتيني جدا 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 حبيبتي. انت كمان وحشتيني جدا 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 بجد، انا بحب حضرتك جدا وانت احسن في بجد في الدنيا كلها. وايه الاستياكه والحلاوه والاكل الجميل ده، على فكره بحب العجه جدا. يا نور عينيا انت تاكليها بالصحه والهنا على قلبك يا روحي. يعني انت تخيلي بجد انا بحبك انا جدا جدا يا نور عيني. انت والله كلك ذوق والله، وشكرا لمامي القمر دي اللي علمتك الحاجات الحلوه دي قوي بجد. ربنا يبارك فيكي يا روح قلبي. مش عايزه تقولي حاجه؟ الصوت بعيد يا حبايبي. يا زينه حبيبتي انا مبسوطه اني بسمع صوتك قوي، انا بتبسط لما بسمع صوتك. تسلمي لي يا روحي. هحط رشه ملح وفلفل. البطاطس طبعا خلوا بالكم الملح بتاعها مهم، لازم يتظبط في الاول. اللي هو طيب مدام فاتن حضرتك طلبتي مننا الخرشوف. الخرشوف دي المقادير بتاعته. خرشوف انا حشيته بالخضار، حشيت كوسه مبشوره، جزر مبشور، فلفل الوان، وفص ثوم، وبصل اخضر، وطبعا نص كوبايه من الكريمه، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ملح وفلفل، وجبنه موتزاريلا دي حسب الرغبه. شوحت كل الخضروات مع بعض. وبعدين الخرشوف لو حضرتك عاملاه في الفريزر او هو فروزن، هطلب بس منك ان نغلي شويه ميه على النار، نعصر فيهم ليمونه، وننزل فيها الخرشوف الاول قبل ما نبدا نشتغل فيه، يطلع الماده اللي فيه والتلج اللي فيه ويبقى طري سنه علشان يدي لحضرتك طعم حلو. وبعد كده حضرتك احشيه بالطريقه اللي تريحك، عايزه تعملي له صوص بشاميل خفيف، عايزه تحطي له مثلا صوص احمر، براحتك اللي يريح حضرتك. تقدري تحشيه على الصاج فراخ، احنا حشيناه بالخضار الحقيقه كان حلو قوي، يعني الناس اجمالا اللي دقيته قالت ان هو يعني حلو مختلف عن هم متعودين عليه. فانا بحب اسمع دايما الاراء يعني. بصوا بقى بشوح البطاطس، البطاطس دي لما بتاخد طعم الزبده بقى مع الزيت بتطعم، بتبقى طعمها حلو قوي. انتوا عارفين اي بطاطس بنعملها مهروسه او ماش بوتيتو او مثلا وصفه نحب دايما نطعم بالزبده. فانا بس اديها تشويحه كده يعني اخليها لونها ذهبي، ما تبقاش كده ايه بيضه كده. عايزين تطلعوا العجه في نفس الصينيه دي او في بايركس اللي يريح حضرتك. عايزين تشوحوا الحاجه وبعدين تحطوها في بايركس شفاف برده اللي يريح حضرتك. بصوا كده هشوحها شويه بس تعمل شكل كده. وبعدين هاخد هنا بقى بوله، بسم الله الرحمن الرحيم. البوله دي هجمع فيها كل المكونات اهي. طبعا اطفالنا الصغيرين اللي خلصوا بيبقى افطار حلو قوي ليهم، عشاء حلو، ونعمل لهم جنبه شويه حاجات كده، جبنه بالطماطم بيحبوا فيه، ولاد بتحب الطعميه، بس انا افضل تعملوها في البيت وان شاء الله نعملها مع بعض. احنا عملنا قبل كده طعميه الخلاط في رمضان، هنعمل مع بعض الطعمية السورية، هنعمل مع بعض الطعمية بشكل تاني علشان أنا أعرف ولاد كتير يحبوا ماماتهم تبقى يعني بتحتفظ بالطعمية دي في البيت في الفريزر وانتوا اللي عاملينها بإيديكم. حط كده رشة ملح،
عشان اظبط بقى الملح بتاع الخضروات اللي انا هضيفها دلوقتي على العج. رشه فلفل ونقلب الاول كده بشوكه. ومعانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكي يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ عاملين عجه وشويه حاجات كده في الفرن. ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان حبيبتي. امين يا رب العالمين، تسلمي لي يا روح قلبي. وتسلم ايدك على الكيس الجميل ده، حلو قوي عظيم والله. هو عارفه بديل على السفره عن اللي احنا بنعمله من الجلاش والرقاق، يعني مختلف شويه. تغيير. رايك على راس ايدك يا حبيبتي على كل حاجه والله. تسلمي. ربنا يبارك لك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي يا حبيبتي، وربنا يحبك في خلقه كمان وكمان يا قلبي. امين يا روح قلبي. مالكيش اي طلب بقى؟ هو احنا معزيمه محتاجين طلبات؟ يا رب يسعد قلبك يا روح قلبي، يا رب يسعد قلبك وتسلم ايديكي والله، يعني ربنا يخليكوا ليا بجد. شكرا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو والله بامانه. يعني بصوا بقى، البيض طبعا زي ما حضراتكم تحبوا، انا ممكن ازود كمان شويه بيض. هحط هنا رشه بسيطه من البيكنج باودر، نص معلقه، وهاخد معلقه واحده بس من الدقيق، مش عايزه اكتر من كده. هقلب مع الخليط كله. الدقيق بيمتص السوائل اللي موجوده في الايه، في العج، غنيه بالخضروات طبعا، ودي جميله على فكره. تقدروا تشوحوا الكوسة، عايزين تشوها البطاطس. انا بس عايزه ابص بصه كده، بقت خلاص ريحتها وطعمها اتشربت التشويحه الحلوه دي، وهي مهمه بقى. الكوسه بتستوي على طول طبعا، ما بتاخدش وقت. لكن هنصب بقى الخليط ده الاول كده، هنحط كمان، عايزين بقى اللي يحط اضافه مثلا بعض الجبنه البيضة. انا مش هحطهم جبنه بيضة، هخلطها، هسيبهم كده، يعني هسيبها كده تبقى ايه، باينه في وسطيها شويه. خلاص كده، مش كتير، زي ما تحبوا. خلاص، وهنقلب تقليبه كده، وهاجي اضيف هنا الخليط ده بتاع العجة، وهدخلها الفرن تمسك نفسها شوية. بصوا جميلة ازاي، من الوجبات يعني الحقيقة انا بحبها برضو، وبحبها فيها البصل والخضار يكون كتير، وعايزين تحطوا فلفل الوان، عايزين تعملوها بتاعتنا بتاعت زمان اللي فيها الطماطم والخضره والبيض، براحتكم برضو، اللي يريح حضراتكم. دي بس مغذيه شويه للولاد بشكل يعني احسن. انا دايما بحس ان هم بياكلوا حاجات كتير قوي بتبقى يعني من بره، فبنحاول نعوض باي حاجه تفيدهم. هوريكم بقى هنا، هنحط على الرف هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هخليها بقى تكمل التسويه في الفرن اهو، بسم الله. اللي عايز يضيف زعتر، رشة روزماري، مفيش مشكلة، هتدي طعم حلو برضو. معانا عمر، يا عمر. ألو، أيوة يا شيف عظيم. أهلا أهلا يا عمور، عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله، إزاي حضرتك؟ أنا كويسة يا نور عيني، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله، أنا بحب حضرتك قوي، ونفسي مرة اطلع مع حضرتك على الهوا نطبخ مع بعض. قوي يا نهار ابيض، ده انت تنورني يا عمر، اوعدك. سيب بس الرقم في كنترول، واحنا علينا الاتصال بيك فورا. اوكي ماشي. انا هعمل لك بكره المافن، انت طلبت مني المافن وانا هعمله لك بكره. اوكي ماشي. ميرسي ليك يا عمر. عايز اي حاجه تانية اعملها لك غير المافن؟ حبيبي يا عمر، ميرسي انك اتصلت يا حبيب قلبي. بكره ان شاء الله ان شاء الله هعمل لك المافن بالشوكولاته اللي انت طلبته. تسلم لي يا روح قلبي. يلا انا بقى دلوقتي سبت خلاص العجه في الفرن، هتبدا بقى ايه كده تاخد تسويتها على الهادي، وهستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه
ونعلن عن انتهاء الشوط الثاني وهنرجع للاكسترا تايم. هنعمل وصفه من السميد بسيطه وجميله لكن ليها طعم حلو مختلفه شويه. هي ايه؟ خليها مفاجاه بعد الاستراحه ان شاء الله في انتظار حضراتكم. ورجعنا من الاستراحه وهنبدا ان شاء الله نعمل مع بعض وصفه لطيفه قوي. هي وصفه لبناني، خلينا نقول اسمها مدلوقه لبناني، بسيطه وجميله لكن بالسميد. هم معظم الحلويات الحلوه بتاعتهم بيستخدموا فيها نسبه سميد حلوه. خلينا النهارده نعمل وصفه بسيطه ولطيفه كده وفيها جزء كريمه، هعمل بيه الكريمه المهلبيه بتاعتنا الجميله. نقدر نطلع وصفه مختلفه وجديده ونشوف ايه الزياده او المنكهات اللي ممكن نضيفها للوصفه دي. طيب المدلوقه عندي للسيرب او للشربات كوبايه من الميه، كوبايتين سكر، معلقه صغيره من عصير الليمون، معلقه من ماء الزهر او ماء الورد زي ما حضراتكم تحبوا. انا هحط ماء زهر، انا عايزه اضيف ليها النكهه الخاصه بيهم يعني اللي دايما بيستخدموها في الحلويات بتاعتهم. طيب القشطه او طبقه السميد يعني هي نص كوبايه من السميد او ممكن تبقى كوبايه على حسب، معلقتين من السمن، كوبايه من الميه، كوبايه من السيرب. سيرب يعني شربات تقيل زي اللي احنا عملناه بالظبط. طيب طبقه القشطه او الكريمه اللي احنا هنعملها، معلقه سكر، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، كوبايتين من اللبن، معلقه ونص من ميه الزهر، وفستق او كريز او اي نوع مكسرات يعني موجود ومتواجد ومتوفر عند حضراتكم. طيب انا هاخد كده اول حاجه هعملها خطوه في السميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه؟ هحمص السميد شويه وهنا هحط الشربات. انا هعمله تاني مع حضراتكم علشان اللي ما شافوش يبقى الشربات بسيط. انا عامله هنا الشربات اللي مخلي لونه هنا ان انا مستخدمه سكر بني. الشربات انا في البيت بحب قوي اعمل الشربات من السكر البني وبحب اضيف له منكهات، يعني بحب احط له كم فص هيل وعود قرفه وكم كبش قرنفل صغير اطعم بيه الشربات بتاعي. طبعا غير الشربات اللي بيبقى فاتح للجلاش ويعني، بس انا بحبه دايما يبقى كده، ده لونه تحسه كده عامل زي العسل. حتى هم عاملين لي شربات ابيض مش عارفه هم حطوه فين بس يعني تمام. مصطفى ممكن يجيبه اوريكم، اوريه لكم الفرق بين، بصوا انا بحبه كده تحسه عامل زي العسل. طبعا بضيف معاه بس معلقه من العسل الجلوكوز عشان انا بحب الشربات يبقى. الشربات ده عندي من رمضان يعني موجود من رمضان، بصوا ما سكرش ما حصلوش حاجه ويقدر يقعد كمان لحد ست شهور كمان. بصوا هم عاملين الشربات هنا ابيض، بصوا بقى الشربات الفاتح بالسكر الابيض العادي اهو. انا الحقيقه عايزه ادي نكهه مختلفه للسميد فيعني بحب احط الشربات اللي عليه منكهات. وطبعا يرجع لحضراتكم مش بتحسوا بيه بس بيدي نكهه كده حلوه، بتاكلوا قطايف، بتحطوه على جلاش، بتحطوه على اي حاجه من الحاجات المورقه دي بتبقى جميله جدا. طيب هاخد شويه من السميد ده هشوحهم كده او هحمصهم شويه. هاخد كده مثلا حوالي كوبايه، انا عايزه طبقه السميد تبان شويه. احمصه كده الاول على الطاسه من غير اي حاجه، خلاص ياخد لون بس شويه كده ما يبقاش فاتح. وبعدين هحط الشربات هناك اوري حضراتكم. بحط اول حاجه الميه، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وبعدين بضيف عليها السكر في النص كده بس عشان التكييف والرطوبة، بسم الله. خلاص وبحط معاهم اي حاجة انتوا عايزينها سواء معلقة عسل ابيض او معلقة عسل جلوكوز، هي بس بتمنع تسكيرة الشربات وكمان بتديله تقل شوية. واحط نقطة من عصير الليمون، بسم الله. بس هحطه بقى على النار مش هلمسه، هسيبه لحد اول ما يبدا يغلي هروح مهديه النار واسيبه 10 دقائق عشان يتظبط معايا ويهدى، وبعدين احطه في الثلاجه في بقى حاجه ازاز، في برطمان ازاز احتفظ بيه ينفعني في اي وقت. ما تبقوش حضراتكم قايمين تعملوا الوصفه وانتم مثلا حاسين ان في كذا حاجه لازم تتعمل في نفس الوقت، يبقى شربات موجود عندي شويه مهلبيه اوكي اقدر اتبقت عندي مهلبيه في الكاسات الساده اروح على طول ضرباها بالويسك كده واروح عامله وصفه زي المدلوقه دي تبقى جميله جدا. يعني نقدر نستفيد بالحاجات اللي بتتبقى عندنا بشكل لطيف ونوظفها في اطباق تانية مظبوطه ومحببه يعني.
بكره ان شاء الله هيبقى في حلقه مميزه ان شاء الله، مش هقول عنها اي حاجه الا لما حضراتكم تتابعونا بكره باذن الله. وهيبقى حتى الوصفات بتاعتها وصفات مميزه وجايه من مطاعم يعني مخصصه للحاجه اللي احنا هنعملها بكره. بكره هيبقى فيه سمك، وهيبقى فيه سمك سنجاري، وهيبقى فيه صينيه سمك هنعمله على اصوله بقى زي ما الواحد ايه بياكله وبيحب يروح ياكله في اسكندريه. ناس كتير قوي قالوا لنا في المطاعم الجميله سواء بقى في المعموره او غيره ان شاء الله تعجب حضراتكم. طبعا السميد ده غني برضو بالعناصر الغذائيه، يعني هو برضو فيه فيتامينز وفيه الياف وفيه بروتينات، يعني استخدام السميد ده الحلوى السميد دي برضو من انواع الحلويات الجزائريه، خلوا بالكم كانت بتتقدم دايما في المناسبات خصوصا في احتفالات الربيع عندهم. هنحمص كده تحميصه حلوه، طبعا انا المفروض اغمقه شويه، هياخد هو شويه من السمن او الزبده زي ما انتم عايزين. اول ما يبدا يسخن بس ويبدا يلون، عارفين لما تضيق كده نديله تشويحه فيبدا ياخد اللون كده الذهبي الفاتح، انا عايزه حاجه تبقى كده. يعني هعمل برضو هنا اجهز مع حضراتكم الكريمه عقبال ما يتشوح معايا هنا، وادي الشربات الناحيه دي. خليني كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط مكونات الكريمه. عندي للكريمه بسم الله ادي اللبن، النشا، وعندي من السكر معلقتين، وهاخد من الدقيق كده معلقه، وهزود ميه برضو مش هخليها تبقى عشان ما تتقلش قوي. مش عايزاها تبقى تقيله، انا عايزه اما اصبها هتتماسك وكل حاجه بس تبقى مظبوطه. هاخد كده ايه ممكن الويسك ده بسم الله، ادوب الاول على البارد، ادوب النشا مع اللبن مع معلقه الدقيق، وهنحطها على النار دلوقتي مع بعض. بصوا الشربات هنا غلي ازاي، بصوا بقى بصه السكر داب لوحده ما لمستوش وما عملتش فيه اي حاجه اهو. هنحط هنا الكريمه، وهنا هنبدا طبعا تقدروا تحمصوها يعني حبه حلوين عن كده. خليني هنا ابدا احط شويه من السمنه، انا حاطه هنا سمنه على زبده، افتح بيها حبات السميد زي ما بيقولوا يعني كده كده هنا زي ما انتم شايفين كده، يبقى زي رمل البحر كده. ومعانا ام حماده يا فراوله حبيبه قلبي. حبيبه قلبي يا فراولتي، عامله ايه؟ فينك يا زوزو مش باينه ليه؟ انا هنا اهو، انت فين يا فراولتي؟ الصيف جه واكيد قاعده على البحر دلوقتي. انا اهو. لا والله يا تعبانه حتى. حبيبتي تحيه ليكي يا فراوله وكل اهل اسكندريه العزاز عليا كلهم. وانا ببعت لك مثل التحيه العظيمه كلها والقناه كلها يا رب. حبيبه قلبي تسلميلي يا روح قلبي، تسلميلي ويسلم ذوقك. عامله ايه يا زوزو؟ انا بخير طول ما انتوا بخير يا روح قلبي والله. تسلم ايدك حبيبه قلبي. تسلمي يا عمري، تسلميلي بسم الله. حبيبتي يا زوزو حبيبتي. مش عايزه اي حاجه يا فراوله نعملها مخصوص عشان خاطر عيونك الحلوين دول. حبيبه قلبي انا انت مش خليانه عايزين حاجه. حبيبه عمري ربنا يخليكي ليا يا فراوله والله، تسلموني بجد. محبتكم دي غاليه وعزيزه عليا جدا. تسلم ايديكي انتي وميرسي لان انا سمعت صوتك النهارده حبيبه قلبي. حطيت شويه ميه، حطيت شويه من السيرب او الشربات عشان ليه ميه؟ علشان ما يبقاش مسكر قوي، وعشان الميه تساعد السيرب على تفتيح السميد معايا ماشي، ما يبقاش يعني لسه ناشف تمام. واحط تاني شويه لحد ما يبقى زي المعجون كده، شايفين هو بيتقل ازاي؟
بيتشرب ازاي الميه، هو ده السميد نفسه اللي بيحصل لما بنعمل عجاين فيها نسبه سميد اهو. لازم تتفتح كويس، عايزاها تبقى زي المعجون. هنا هقلب شويه هيبدا يسخن الكريمه، الشربات هنا المفروض اهدي عليه النار ويبدا اسيبه 10 دقائق لحد ما اطفي عليه ويبقى تمام. طيب هاخد شويه كده تاني من الميه اهو. بصوا كل ما اضيف ميه تتشرب ازاي، تبدا تعمل ازاي وتتشربها اهو اهو لحد ما تبقى طريه تطرى، شايفين ازاي، وتنفش وتضاعف الحجم. انا عايزه اشوف بس القالب بتاعي تمام اهو، شايفين الجمال اهي. هنضيف شويه كمان، حطيت ماء الزهره على فكره نقطه، وهنقلب اخر حاجه وهنضيفها اول طبقه ونسقعها، لازم يعني تاخد لها ربع ساعه كده ولا حاجه تشد شويه، وبعدين ايه نبدا نضيف عليها اللي احنا عايزينه. طبقه السميد دي الحقيقه مهمه جدا ان احنا نظبطها عشان تبقى حلوه واحنا بناكلها. ريحه الماء الزهر رائع جدا، خليني ازود بس معلقه من الشربات، شايفين ازاي روعه. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، ونبدا نحطها بقى في القالب بتاعنا الامور ده اهو، وهي سخنه كده عشان تبرد. تعالوا بقى يلا نوديها هناك. يلا بينا. هعمل كده، هحط اول طبقه من السميد اهي، وهنفرد بمعلقه، خليني بس اشيل دي عشان ما تتحرقش. يلا بينا اهو، بصوا هنسرع كده، شايفين بقت عامله ازاي، نسويها بس كده بشكل حلو تسقع اهو اهو. وبعدين هنحط عليها بقى بعد ما تسقع شويه وتمسك نفسها، هنضيف عليها الكريمه اهي. بصوا بقى الكريمه خلاص بدات تشد كمان، هنضيفها عليها وتدخل بقى تسقع، بس لازم الطبقه دي تسقع الاول وبعدين نضيف عليها وهي ساقعه طبقه الكريمه عشان ما تتشربهاش السميد. خلوا بال حضراتكم النقطه دي جدا اهو. بصوا الكريمه بدات تمسك ازاي، هنصبها وبعدين هنجملها بعد ما تطلع. يلا بينا. خلاص انا هقفل على كده، هاخد كده لوش طبقه كده بسيطه، ونبدا نستعد بقى للفقره اللي جايه. معانا فيها طبعا هتنورنا وتشرفنا دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، طبعا هتكلمنا عن تقويه المناعه وكل اسئله حضراتكم اللي بعتوها لنا سواء من خلال صفحه الشخصيه او من خلال الدكتور، هتجاوب عليها النهارده باستفاضه. اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. طبعا هجمل بس بكريزه، ويلا بينا ايه كده نطلع بقى لفاصل ونشوف شكل المدلوقه، بس هي لازم تدخل الثلاجه، هندخلها شويه قبل ما نطلع. بصوا بصه اخيره، بصوا بقى الكيش وبصوا العجه، وانا هبدا اوريها لكم كده اهي، شايفين اهي العجه، بصوا ههزها لكم هنا تشوفوها اهي، شايفين العجه مسكت نفسها وبقت روعه ازاي اهي، عشان انا هقدمها كده. بصوا عليها شايفين ازاي، رائعه 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 اهو. ونبدا بقى نقدمها مع حضراتكم. ممكن كمان بصلايه خضراء كده، يا سلام كده، ونحطها كمان في العرض بتاعنا. وانا سايبه الكيش حضراتكم شفتوه، هديله بس وقته كمان شويه وصحه وهنا. الريحه تجنن. واسمحوا لنا بقى نروح للاستراحه عشان استقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني دكتور دينا ابو السعود في انتظار حضراتكم.